بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. هنتكلم على مدى محاضرتين إن شاء الله عن الأوتيزم، أوتيزم أو أوتيزم سبيكترام ديسوردر. بداية هناخد فكرة عن تاريخ المصطلح بتاع كلمة أوتيزم. هنلاقي إن أول ذكر لكلمة أوتيزم في القاموس الإنجليزي كان على إيد يوجين بلولر، اللي هو كان بيوصف الكريتيريا او الكور سيمتوم بتاعت الاسكيزوفرينيا، وحط من ضمنهم السيمتوم بتاعت الاوتيزم. في نفس الوقت حدود سنة 43 جه ليو كانر اللي هو ابو الاوتيزم، ووصف مجموعة من الاطفال اللي هم كانوا بيتميزوا بإمبيرد كوميونيكيشن، فيهم عندهم مشاكل في التواصل and behavioral abnormalities وبعض المشاكل السلوكية. سمى الديسوردر اللي موجود عند الأطفال دول بإيه؟ بالأوتيزم. ده عمل إيه؟ ده عمل نوع من الكونفيوجن، عمل نوع من الخلط ما بين الاسكيزوفرينيا كديسوردر اللي هو يوجين بلولر عد أو حط كلمة أوتيزم كأحد السيمتوم اللي تبقى موجودة فيها، وما بين الأوتيزم كسيبريت ديسوردر. استمر الوضع ده لحد ال very fruitful work of كولفين إيتال في أوائل السبعينات. قبل كده كان الأدلت اللي عندهم سكيزوفرينيا كانوا بيعتقد إن هم عندهم في الطفولة بيجيلهم childhood autism، والنسبة كبيرة من اللي عندهم أوتيزم كان إن هم هيجيلهم لما يكبروا سكيزوفرينيا. What is the epidemiology of autism؟ مما هو معروف دلوقتي إن نسبة حدوث، نسبة تشخيص الأوتيزم is increasing worldwide. كانت في الأربعينات والخمسينات ما بتتعداش 1 إلى 40 ألف طفل، بدأت النسبة تزيد 1 لكل 2500 في الثمانينات، 1 لكل 500 في التسعينات، حد ما وصلنا 1 لـ150 لـ110 لـ88 في 2010، 1 لـ68. الدي اس ام 4 حتى اللي هو في 2013 عامله النسبه 1%. في بعض الاستادز دلوقتي بتطلع النسبه 2%. وده بيطرح سؤال مهم جدا، يا ترى ايه الاسباب؟ ايه اللي يخلي الاوتيزم يزيد الزياده الكبيره جدا دي من 1 لكل 40 ألف نحن بنتكلم على 1% أو 2%. أول مجموعة من الأسباب اتطرحت اللي هي إن بقى فيه better awareness، بقى فيه إدراك أكبر، وبقى فيه better diagnosis. طب ده نتج من إيه الحاجات دي، better awareness والbetter diagnosis؟ أول حاجة إن الباوندريز بتاعت الأوتيزم اتغيرت، الحدود التشخيصية وسعت، ما عادتش مقصورة على ايه؟ ما عادتش مقصورة على السيفير اوتيزم اللي هو اسوشيتد بسيفير منتال ريتارديشن. بقى عندنا سبيكترم، اوتيزم سبيكترم ديس اوردر، بيتشخص فيه المايلد والفيري مايلد كيسز اوف اوتيزم. ودي حاجة رغم انها زودت نسبة تشخيص الاوتيزم لكنها لها فايدة كبيرة بالنسبة للاطفال، لان هم دولت اللي هيتحسنوا، المايلد والفيري مايلد وحتى المودريت، هم دول اللي هم هوبفول لما يبقى في ايرلي انترفينشن ان هم يجيبوا نتيجه عن الحالات اللي هي سيفير اللي نسبه التحسن فيها بتبقى ضعيفه. الحاجه الثانيه اللي زودت الاويرنس والبيتر اويرنس والدياجنوزس اللي هو انكريزنج ريكوجنيشن اوف كوموربيديتي. ما عادش وجود كوموربيديتي مانع من تشخيص الاوتيزم، طالما وجدت اعراض الاوتيزم يتم تشخيص الاوتيزم. ده تم في وجود توريب سندروم وماله، طالما فيه سيمتوم بتاعت اوتيزم يتشخص اوتيزم. سيريبرال بولس الشلل الدماغي طالما وجود فيه اوتيستيك سيمتوم موفية الكرايتيريا يبقى يتشخص برضو الاثنين، سيريبرال بولسي واوتيزم. عنده داون سندروم وماله،
يبقى عنده داون سندروم وعنده سيريبرال بولز. مش كل الاطفال دول هيجي لهم اوتيزم، لكن ما هوش مانع لتشخيص الاوتيزم، فده برضو ايه زود نسبه التشخيص. يضاف لكده طبعا ايه الانكريزد بابليك اويرنس، معظم الناس بقت تقرا تخش وتدور لمجرد ان الطفل اتاخر شويه في الكلام او الديفلوبمنت بتاعته اقل من الطبيعي. لكن في راي تاني بيقول لا، ان ده لوحده ما مش سبب كافي، وان فيه فعلا ريال انكريز في الانسيدنس بتاع الاوتيزم، وان في انفايرمنت طبعا في سبب تاني هيبقى انفايرمنتال، حاجه في البيئه، لان الجينات بتاعه المجتمع مش هتتغير، هي نفسها ما اتغيرتش في الكام سنه اللي فاتوا دول. ودوروا في الانتيبيوتيك السايمروزال اللي هو البرزيرفاتيف اللي كان مستعمل في الام طعم الثلاثي الام ام ار فاكسين ايودين ديفيشنسي، حاجات كتيره تم دراستها، لكن ما فيش سبب يقيني تم اثباته ان هو ده بيلعب دور او دور مهم او دور ضعيف حتى في حدوث الاوتيزم. وعلى وجه الخصوص الـ MMR فاكسين اللي هو الطعم الثلاثي أو التطعيم الثلاثي، تم نفيه بدراسات عديدة جدا إن هو ملوش دور في الأوتيزم، لأن ده موضوع هيبقى موضوع خطير جدا لو هو متهم بأي درجة من الدرجات، يبقى الناس تبطل تطعيم وده هينتج عنه مشاكل صحية كبيرة. يبقى لحد دلوقتي في احتمالية للانفيرومنتال فاكتور، لكن ما احناش عارفين ايه بالظبط، لكن عدم معرفتنا مش مانع انها تخليه الريسيرشر ان هم يدوروا في اسباب انفايرومنتال انها تكون بتلعب دور في الاوتيزم. What is the gender difference؟ هل نسبة حدوث الاوتيزم بيفرق في الناس عن الذكور؟ يفرق كتير، ودي حاجة موجودة في كل التشايلد سايكاتري. نسبة الديسوردرز اللي موجودة في التشايلد سايكاتري اعلى في الميلز عن الفيميلز. هنلاقي في الاوتيزم من 3 ل 4 ميلز ذكور الى 1 فيميل، يبقى في فرق. برضو هنلاقي ان 10% في الاوتيستيك ميلز هاف فراجايل اكس سندروم اللي هو احد الاسباب الشهيره بتاع الانتليكشوال ديسابيلتي. مهم جدا اللي لقيته الاحصائيات ان هو نو سوشيال باوندريز، ما بيعرفش فروق طبقيه، كل طبقات المجتمع الغني والفقير المتعلم وغير المتعلم كلهم عرضة ان هم يجيلهم الاوتيزم. لكن ان جه وقت من الاوقات كان بدأ تسود فكرة ان الاوتيزم ده بيبقى موجود اكتر في طبقات المجتمع العليا. يجي السؤال المهم، ايه اللي بيخلي طفل يجيله اوتيزم او اوتيزم سبيكترام ديسورد؟ هنلاقي لو عايزين كده ستيتمنت واحدة جملة واحدة، لا ما عندناش. نو كلير كوز، مفيش سبب واحد اكيد ان هو سبب الاوتيزم، لكن ده ما يمنحش ان فيه العديد من الاسباب المرجحة اللي تم دراستها بصورة كبيرة. على رأس العوامل ديت العامل الجين، جينيتك فاكتور. جينيتك فاكتورز بلاي ان امبورتنت اف نوت سنترال رول ان ذا كوزيشن اوف اوتيزم، هو عامل رئيسي وعامل محوري في حدوث الاوتيزم. رغم ان احنا مش عارفين الايه البريسايز جينيتك ميكانيزم ازاي ده بيتم، لكن في حاجات كتيره بترجح وجود جينيتك فاكتور. الجينيتك فاكتور ده ما هو السنجل جين، مفيش جين واحد ثبت ان هو ايه ان هو اللي بيلعب دور محوري في الاوتيزم، لكن التفاعل ما بين عدد من الجينات، والدراسات بترجح ان هم على القليلة 3 abnormal genes هم اللي بيتفاعلوا مع بعض علشان حدوث اعراض التوحد. الدراسات بينت ان في abnormalities في عدد من الكروموزومات، على رأس الكروموزومات اللي اتكررت في الاستاديز كروموزوم 7 اللونج ارم، كيو يعني هي اللونج ارم، لونج ارم بتاع كروموزوم 7 15 22 وكروموزوم 2. برضو من ضمن الحاجات اللي حديثا بيبقى فيها كلام عليها كتير ان حصل ميوتيشن في احد البرين بروتينز اللي هو اسمها شانك 3.
الميوتيشن في الشانك 3 اللي هو بتأدي لايه؟ بتأدي الى ضعف في التواصل ما بين البرين سيل، لان الشانك 3 ده هو المسؤول عن ريسيفنج انفورميشن ما بين السينابسس، وبالتالي بيحصل مس كوميونيكيشن ما بين البرين سيلز اللي هي هتؤدي الى ظهور اعراض التوحد. من الحاجات اللي بتأكد وجود جينيتك فاكتور نسبة حدوثه في التوائم المتماثلة اللي هي الجينز بتاعتها كوبي ذا سيم كوبي، هنلاقي من 60-90%، ودي نسبة تعتبر عالية جدا. كونها ما هيش 100% بتقول ان في اذر فاكتورز، لكن 60-90% من الايدنتيكال توينز عندهم اوتيزم سبيكترام ديس اوردر بدرجة ما. طيب لو هم داي زيجوتك توين بتقل النسبة، بتبقى من 5-25% بيجيلهم اوتيزم سبيكترام ديس اوردر. في السيبلينجز الاخوات 5% للاوتيزم و10% اوتيزم سبيكترام ديس اوردر. برضو من الحاجات اللي بترجح ان في عامل جيني في الاوتيزم اللي هو حدوثه ضمن دوس اوردرز متاكدين احنا ان هي جينيتك دوس اوردرز زي الفراجايل اكس سندروم، تيوبرس سكلروزس، سميث ماجين سندروم. يبقى دي دوس اوردر جينيتك دوس اوردر، نسبه حدوث الاوتيزم فيها برضو بيبقى عالي. يجي السؤال الخطير، لو حد عنده طفل عنده اوتيزم، ايه احتماليه ان هو يجي له طفل تاني عنده اوتيزم؟ هل فيه احتماليه ولا لا؟ للأسف في احتمالية، لكن ما هيش 100% طبعا، لكن من 5-10% تشانس ان في other children will have autism. اذا كان الاوتيزم نسبته في المجتمع واحد، هنا النسبة من 5-10% فرصة انه يبقى في other children to get autism. 25% في اللي هو عنده اخ، الأسرة اللي فيها طفل عنده أوتيزم هيجيلها speech delay، وده هيفضل عامل رعب للأسرة. ليه؟ لأن هي دي بداية السيمتوم اللي كانت عند أخوه أو عند ابنهم الأولاني اللي عنده أوتيزم. يبقى خايفين، هيفضلوا خايفين إن هو يكون هو كمان عنده أوتيزم، وده هيحتاج طبعا monitoring وهيحتاج intervention بحيث يحسن speech delay. قريب من الجينيتكس بدأ يظهر ستاديز أو أبحاث جديدة على ما يعرف بـ الإبيجينيتكس. إيه الإبيجينيتكس ديت؟ دي environmental factor، حاجة في الانفايرومنت بتعمل تشينج فين؟ في الجين إكسبريشن، أو تزود الإكسبريشن بتاع الجين أو تقلله بدون ما تعمل تغيير في الدي إن إيه سيكونس. يبقى هنا بقى الانتر اكشن ما بين الانفايرومنت وما بين الايه الجينز. ما بقاش جينيتكس، ما غيرتش الدي ان اي، لكنها غيرت الاكسبريشن بتاعه، تزود او تقلل التعبير عن الايه عن الجينز ديت، بما قد يؤدي الى ظهور اعراض التوحد. طب ايه الجينيتك فاكتورز ديت؟ نيوتريشن ديورنج بريجننسي اند ايرلي بوست نيتال مانسز، بعض الكيميكال، بعض الريبرودكتيف دراجز، اللو دوز راديشن. كل ديت اسباب هتؤدي الى ايه؟ تغيير الاكسبريشن بتاع الجينز، بما يؤدي الى ظهور اعراض التوحد. بكده نكون خلصنا الكلام عن الجينيتك فاكتور. يجي بعد كده على مجموعه من الاسباب الثانيه اللي هي بيرينيتال فاكتور، المشاكل المحيطه بالحمل والولاده، ودي مش سبيسيفيك للاوتيزم، ولكنها ايه؟ لكنها موجوده في الاذر ديس اوردر زي الانتليكشوال ديسابيلتي، ويمكن اكتر في الاي دي اتش دي بعض الفاكتور ديت تكون موجوده، لكن احصائيا البرينيتال فاكتور دولت موجوده بنسبه اكبر في الاوتيزم عن كومبيرد بالايه بالنورمال بوبوليشن. برينيتال كومبليكيشن، ماتيرنال بليدنج نزيف في الفيرست تريمستر، ميكونيوم انز اميوتيك فلويد اكتر في الاطفال اللي عندهم اوتيزم. الاوتيزم برضو الاطفال ممكن نسبه منهم ذا ريزلت اوف بوست تيرم اكتر من 9 شهور. الميلز از ا جروب ممكن يبقى في عدد منهم هيفير الوزن بتاعهم
أكبر من الأفريج المتعارف عليه في المجتمع. في النيونيتال بيريود برضو الأطفال دولت عرضة أكتر لحدوث الريسبيراتوري ديستريس سندروم والنيونيتال أنيميا، اللي هي ممكن بعد كده تتفسر غلط ان ده عامل نقص اكسجين وان هو سبب الايه الاعراض ديت نتيجه نقص اكسجين، وقال ايه ما تشخص الايه الاوتيزم. لا ده مش اجينست، ده ريسبيراتوري ديستريس سندروم من الريسك فاكتور بتاع حدوث الاوتيزم. المجموعه الثالثه من الاسباب الاميونولوجيكال فاكتور، ودي عليها استادس كتير جدا. خلاصتها او باختصار ان في اميون انكومباتيبلتي ما بين مين؟ ما بين الطفل وما بين المصدر. احد الاستدلالات اللي اتكلموا عليها ان وجود الليمف رياكشن ما بين الليمفوسايت بتاعه الطفل وما بين الماتيرنال انتيبوديز، وقالوا ان ده برضو ممكن ايه يؤشر الى ايه وايه اللي ممكن حدوث احتماليه حدوث امبريونيك نيورال او اكسترا امبريونيك تيشو يحصل لهم دامج نتيجة الرياكشن ده، اللي هو لو شمل النيورال سيلز يبقى هيؤدي الى بعض اعراض التوحد. بايوكيميكال فاكتور اتهموا السيروتونين والدوبامين، اهو لقوا ان في نسبة اهو حوالي التلت من الاطفال اللي عندهم توحد عندهم هاي ليفل اوف سيروتونين، لكن لقوا ان برضو الاطفال اللي عندهم mental retardation او intellectual disability عندهم high level of serotonin، واحنا عارفين ان في نسبة من اللي عندهم autism عندهم mental retardation، فحصل تداخل. ومعنى اصلا الهايبر سيروتونيميا اللي موجودة في الاوتيزم ملهاش significance واضح. برضو من ضمن البيوكيميكال فاكتور لقوا ان في هاي كونسنتريشن للهوموفانيليك اسيد اللي هو الميتابولايت بتاع الدوبامين في السي اس اف بتاع الاطفال اللي عندهم اوتيزم، وان هو اسوشيتد مع ايه؟ مع الوذدرول اند الاستيريوتايبد بيهيفير اللي موجود في الاطفال اللي عندهم اوتيزم. بعض الاستاديز حاولت تربط ما بين السيروتونين والدوبامين، فلقت ان ايه ان في بعض الايفيدنس ان السيمتوم سيفيريتي بتقل لما نسبة السيروتونين للهوموفانيليك أسيد بتزيد. الأزر كيميكال فاكتور اللي تم دراستها اللي هي ولقوا فيها ديستيربنس البرين درايفد نيوروتروفيك فاكتور فازو أكتيف إنستاينال بيبتايد الكالسيتونين ريليتد جين بيبتايد والنيوروتروفين فاكتور. طيب هل في سايت بقى معين مكان معين في البرين هو المسؤول عن الأعراض ديت؟ على وجه اليقين برضو لا مفيش، لكن بصفة عامة الاستاديز وضحت بعض الحاجات. اول حاجة وجود انلارجمنت للجراي والوايت ماتر في السريبرال هيمسفير ار بريزنت ان تشيلدرن ويز اوتيستيك ديسوردر عند سن سنتين، يبقى بالمقارنة بالجنرال بوبوليشن بتاعت الاطفال الجراي ماتر والوايت ماتر في اكتر في عندهم اوتيزم، وده يمكن ريفليكتد على الايه على الهيد سيركمفرنس. هنلاقي ان محيط الراس بمولود الاطفال دي بتتولد طبيعي محيط الراس بتاعها، اللي هو بعد على سنه 12 شهر بنلاقي ان الهيد سيركمفرنس عند الاطفال اللي عندهم اوتيزم بيبقى ازيد من الاطفال الطبيعي. الام ار اي ستاديز لقت في كورتيكال ابنورمالتيز في الأطفال اللي عندهم أوتيزم، وعلى وجه الخصوص البولي مايكرو جايري انكريز في النمبر اوف ذا جايراي. الابنورمالتيز دي يترجحوا ان هي ناتجة عن ايه؟ عن الابنورمال سيل مايجريشن في الفيرست 6 مانس اوف جيستيشن. برضو الام ار اي وضح ان في هايبوبليزيا النمو بتاع السيريبيلر السيربيلم وخصوصا السيربيلر البيول 6 و7 اقل من الطبيعي في الاطفال اللي عندهم اوتيزم، وان في ديكريز ان ذا سيربيلر بيركنجي سيلز. السيربيلم زي ما احنا عارفين ما عادش دوره مجرد الاكوليبريم بس زي ما كان زمان، لا بقى ليه دور مهم جدا في الاتنشن والاراوزال والسنسوري بروسيس. برضو التمبرال لوب
بعض الاستاتوس وضحت انه ليه دور مهم بعد ظهور اوتستيك لايك سيمتوم في الاشخاص اللي هم جالهم ايه تمبورال لوب دامج. طيب الموضوع ده ايه انديوز بقى في الانيمالز او عملوا تمبورال لوب دامج في الانيمالز، حصل لهم ايه؟ حصل لهم لوس للنورمال سوشيال بيهيفير. يبقى موضوع اكسيدنتالي الناس او الاشخاص اللي جالهم تمبورال لوب دامج ظهر عندهم بعض الاعراض اللي هي قريبه من اعراض التوحد. طيب في الانيمالز لما عملوا تمبورال لوب دامج اهو بدا يحصل لوس للنورمال سوشيال رياكشن، حصل ريستلسنس، ريبيتيتيف موتور بيهيفير، سلوك حركي متكرر، اند ليميتد بيهيفيرال ريبورتوار، اللي هي نفس الاعراض اللي موجوده في الاوتيزم. بعض الدراسات حاولت تربط ما بين عدد من المناطق اللي موجوده في البرين بحيث تثبت ان ايه ان ان, إن في سيركل، في سيركويت هي المسؤوله عن اعراض التوحد فيما يعرف باسم الميرور سيستم. الفكره بتاعت الميرور سيستم ان الشخص لما بيشوف فعل قدامه بيحصل اكتيفيشن، بيحصل تنبيه في مناطق المخ مشابهه للشخص اللي بيعمل الفعل نفسه، وبالتالي بيقدر ان هو يعرف يقلده ويعرف يفهمه. ايه المناطق ديت؟ اتهموا البريموتور كورتكس، فرونتال بريموتور كورتكس، والانفيريور بارايتال ليبيول، والسيمبيريور تيمبرال سالكس. دول اللي هيعملوا الموتور نيورون سيستم اللي هيبقى مهم ايه في اللانجوج، اللي هي قايمه على ايه؟ على التقليد. يبقى انا لما بشوف حد بيتكلم بيحصل اكتيفيشن عندي لنفس المناطق، وبالتالي بقدر ان انا اقلده، بقدر ان انا اتفهمه امباسي، اقدر ان انا السوشيال سكيلز ان انا ابقى مدرك لتصرفاته، وبالتالي تبقى ردود فعلي مشابهه للمجتمع اللي حواليا. بكده نكون خلصنا الاتيولوجي او فكرة سريعة عن الاتيولوجي او اسباب التوحد. ملخصة ان احنا عندنا جينيتك فاكتور، رغم اننا مش عارفين ايه الجينز بالظبط او ايه الجينيتك فاكتور بالظبط، لكن في من المؤكد جينيتك فاكتور وفي انفيرومنتال فاكتور، الاتنين بيؤثروا على ايه؟ على الجين اكسبريشن. الجين اكسبريشن ده هيغير في النيورو كيميكال، هيتعمل ميتابوليك تشينجز في البرين، هيأثر على الكونكشن، على الكونكتيفيتي ما بين الايه، ما بين البرين سيلز، هيأثر على عملية الايه الانفورميشن بروسيسنج، ازاي المعلومات بيحصل لها بروسيسنج، معالجة المعلومات اللي بتوصل للمخ اللي في الاخر هتظهر في صورة حاجات سلوكية او معرفية او ايموشنال اللي هي هنسميها الاوتيزم سبيكترام ديسورد. قبل ما نخلص الكيوشي لازم بقى ننفي انها ان الاسكيزوفرينيا ان الاوتيزم هو شيزوفرينيك وزدرول خالص ملوش علاقة. جه وقت من الاوقات اتهموا الام ان هي كولد وريجيتنج فيما يعرف بالريفريجريتور ماذر، الام الثلاجه، واتهموا ان هي الايه ان الكولد ايموشنز اللي موجوده عند الام ديت هي السبب ان هي باطفالها بيجي لهم اوتيزم. النظريه دي مش بس غلط، لكنها بتتهم الام نفسها ان هي السبب، اللي هي الام دي هي اللي ايه اللي هتلعب الدور الرئيسي في عمليه الايه الرعايه والعلاج بالنسبة للأطفال دي. برضو no scientific evidence ان في اي فاكسين هو سبب الاوتيزم. نيجي دلوقتي على الكلينيكال فيتشر، الاعراض بتاعة التوحد. طفل بتاع التوحد ممكن يظهر عليه مجموعة كبيرة جدا من الاعراض اللي بعضها ضروري للتشخيص واللي بعضها اعراض مصاحبة. لو بركزنا في الصوره دي هنلاقي ايه؟ هنلاقي الطفل ده عامل لعبه كلها في صوره طابور بما يعرف باسم الايه الترسيس. اول حاجه في الكلينيكال بيكتشر لازم يبقى عارفين ان اوتيزم از سندروم. سندروم يعني ايه؟ يعني مجموعه من الاعراض. بمعنى تاني
ان مفيش عرض واحد هو يشخص اوتيزم، لا، دي مجموعة الاعراض على بعضيها هي اللي هتشخص اوتيزم. يبقى الطفل اللي فات ده اللي هو مرصص حاجته ممكن يكون عنده اوتيزم وممكن لا. ليه؟ لان احنا ما بنشخص بعرض واحد، مجموعة اعراض. في العالم المثالي يبقى عندنا اعراض للتوحد واعراض ما هيش توحد، لكن في العالم الحقيقي هنلاقي فيه منطقة بيحصل فيها اوفرلاب، بيحصل فيها تداخل ما بين الاعراض. طيب ايه الفرق؟ الفرق هيبقى في السيفيريتي، في الشدة، في الفريكونسي، عدد، في التكرار، في وجود بقية الاعراض، ان احنا زي ما قلت ايه، ما بنشخص بحاجة واحدة. برضو مهم جدا في الكلينيكال بيكتشر ان احنا بقى عارفين ان احنا عندنا مايلد ومودريت وسيفير، عندنا درجات متعددة من الشدة. مش بنشخص بس السيفير ولا المود، لا، حتى المايلد، لان هم دولت اللي هم هوبفول، واي تغيير واي تدخل بيحسن من الكواليتي اوف لايف بتاعهم مستقبلا. هنلاقي ان الاعراض ممكن تختلف في ايه، او الاطفال ممكن يختلفوا في ايه، في درجة الذكاء. البعض عنده سيفير منتال ريتارديش، البعض عنده مواهب والاي كيو بتاعه نورمال. درجة السوشيال انتر اكشن، البعض منسحب خالص وقاعد مع نفسه، والبعض هايبر اكتف نفسهم يهدى بس، لدرجة ان هو بيشخص اي دي اتش دي بس. الكوميونيكيشن، البعض عنده لغة، البعض يفضل ميوت طول العمر. الموتور سكيلز، البعض عنده مشاكل حركية سواء جروس اور فاين موتور موفمنت. سنسوري، البعض هايبو سنسيتيف والبعض هايبر سنسيتيف. وجود كوموربيدي، في بعض الحالات فيها كوموربيد ديس اوردر، البعض لا، بيور اوتيزم بس ما فيهوش حاجة غير الاوتيستيك. طيب هنشوف الاول ايه هي الاعراض بتاعه الاوتيزم. اول حاجه السوشيال انتراكشن، اهم ما يميز ايه، اهم ما يميز الاوتيزم، يبقى امبيرمنت، في مشكله في التواصل الاجتماعي، في التفاعل الاجتماعي. هيبان في صوره ايه؟ اول حاجه doesn't make eye contact، مفيش الايه، التواصل البصري المناسب للسن والمناسب للموقف. هنلاقي بلانك اكسبريشن، تعبيرات خاليه من الايه، من الايموشن ومن التعبير. doesn't use recognize respond to greetings، تحيه باي باي ومع السلامه مش مدركها ومش عارفها وما بيستعملهاش. كل الاطفال، بعض الاطفال طبعا. social smile and other facial expression، واستعمال البادي لانجوج في المناسبات الاجتماعية. doesn't respond to name، بالنادي عليه ما بيردش، لدرجة ان هما بيفكروا ايه، بيفكروا ان هو في مشكلة في السمع، يبتدي يدور في السمعيات، رغم ان ببساطة خالص بيسمع اعلان بيحبه بيجي جاري عليه، لكن doesn't respond to name، او بيرسبوند ايه، بمزاجه. lack of initiation in interaction، ان هو يبادر كده بسوشيال اكشن، لا، صعب. poor awareness of the need to behave differently in different situations with different people، ان انا اتعامل في المواقف الاجتماعيه المختلفه بطرق مختلفه، في البيت غير بره البيت، مع ماما وبابا غير مع الناس الاغراب، لا. بعض الاطفال prefer to be alone، ان هو يقعد لوحده، او ياخد روح ياخد لعبه ويقعد جنب اللي بيلعبه، لكن مفيش المشاركه، to share attention enjoyment interests. وبالتالي نتوقع ايه، ان هو الصداقات بتاعته lack of peer relationship مع ايه، مع الاطفال اللي هم of appropriate age level. ومهم جدا كلمه of appropriate age level، لا اكبر ولا اصغر. ليه؟ لان الكبير بيعاملني على قد قدراتي، والصغير بيعاملنا على قد على ان كبير، فبيبقى فيه رهبه شويه. لكن اللي في سني، الند للند ده، هم اللي بيبقى فيهم ايه، فيهم مشكله في تكوين صداقات. والمشكله في تكوين الصداقات بتيجي من اكتر من طريق، ان انا مش فاهم الايه، الاشارات الاجتماعيه، ان انا ما بعرفش قوي اوري، ما بعرفش تو دايركت الاخرين، تو شير المشاركه،
ان انا اعرف اشارك ازاي، لا هي بيبقى حاجة في دماغي وانفذها، ان انا اخد دوري لا استنى الدور واشارك بيبقى صعب، وبالتالي هيأثر طبعا على ايه، على وجود peer relationship offering او seeking comfort. ان انا واحد وقع اروح اشوف ماله اطبطب عليه اقول له، او ان انا لو تعبت وقعت اتعورت اروح لحد بحيث ان هو يشوفني، لا صعب بالنسبة للاطفال دولت، وبالتالي بيأثر على علاقاتهم بزمايلهم اللي في سنهم. طيب النقطة التانية كانت قبل كده عرض مهم جدا في الاوتيزم، اهو اتشال مجرد الكوميونيكيشن بقى السوشيال كوميونيكيشن هي المهم، لكن لا زال طبعا الكوميونيكيشن من الايه، من الاعراض المهمة جدا في اطفال كتيرة من اللي عندهم توحد. هنلاقي فيه delay or total lack of development of spoken language، ما بيتكلمش. ممكن يوصل لنسبة 50% من اللي عندهم اوتيزم ان هم يفضلوا ميوت طول العمر. Difficulty in comprehension of simple language. Difficulty in initiating or sustaining a conversation. من أصعب الحاجات. هو ممكن حتى الجماعة اللي هم بقى بيتكلموا إن هو يرد على سؤال، لكن هو to initiate ناخد ويدي مع الطرف الآخر بيبقى صعب جدا. وجود إيكولاليا، إن هو يكرر كلام، اسمك إيه اسمك إيه، أنت منين أنت منين، إيكولاليا. No compensation of altered modes of communication. هنلاقي الأطفال اللي هم ما بيسمعوش، اللي هم الديف ميوت، بيكون بقى طريقة تانية لكي هو ما بيتكلمش أصلا، وهيفضل طول عمره ما يتكلمش، لكن بيكون طريقة تانية للكوميونيكيشن. لا هنا بقى دي مشكلة رئيسية بقى، إن هو ما فيش compensation، ما فيش alternate mode of communication. No pointing. شاور على الحاجة اللي هو عايزها، لا هو بيشد ايد بابا ومامته الحاجة عند الحاجة اللي عايزها وخلاص. No gesture، الإيماءات، nodding، shaking، waving باي باي، الإشارات الاجتماعية ضعيفة عنده. بعض الأطفال have difficulty with volume control، يتحكم في طبقات الصوت، في النغمات بتاعة الصوت بما يناسب ايه، بما يناسب الوضع والمكان اللي هو فيه. الابروبريتنس اوف لانجوج، لقى فيه مشاكل في الجرامر، مشاكل في الضمائر، هو وهي. هنلاقي نيولوجيزم، هو بيخترع كلمات اصلا اللي معاه بعد شويه بيبقوا هم عارفين هو يقصد ايه. المشكله ان هم بدل ما يعلموه الكلمات الصح هو خلاص بيتعودوا على ايه المقصود بالظبط. الطفل may not be able to understand what is said and may be have very literal understanding أو concrete. وبالتالي نتوقع ان هو يتعامله مع الايه، مع النكت، هيبقى صعب جدا، وده ممكن يبقى يسبب سخرية من الاطفال اللي هم يبتدوا يتنمروا عليه. ليه؟ لان هو مش فاهم ان ديت نكته، مش فاهم ان ده على سبيل الايه، على المجاز. ليه؟ لان هو بيفسر حرفيا الحاجه اللي سمعها. difficulty in using or reading non-verbal language، زي ما قلنا قبل كده، في التواصل الاجتماعي، الاي كونتاكت، الجيشر، الفيشال اكسبريشن، لغه الجسد كلها عنده مشاكل في استعمالها او في فهمها. non-communicative vocalization، ممكن تلاقيه بيتكلم او في اصوات بدل الكلمات، يبقى وهو بتبقى لها معنى عنده هو بس. طيب على مجال السلوك هنلاقي ان هم بيبقوا معجبين جدا، fascination for objects or parts of objects، اللي في حاجة معينة ممكن يفضل متعلق بيها ومحتفظ بيها، رايح جاي بيها طول النهار. ممكن تكون لعبة، ممكن تكون حاجة ملهاش قيمة خالص، الرباط كان مربوط بيه، لعبة، حتة ورقة، حاجة معينة هو مرتبط بيها، سواء الحاجة أو جزء من الحاجة. جزء من الحاجة زي ايه؟ زي العجل بتاع العربية، بس بتاع السيارات اللعبة، هو بيحب العجل ويقعد يلف فيه طول النهار. fascination with objects or parts of objects. restricted interest، اهتمامات محدودة،
اهو ده هتبقى عرض ايه؟ عرض صعب اكتشافه، اللي لازم اهو. طب بيحب ايه؟ مهتم بايه؟ مش مهتم بحاجه. dependent on routines rituals and familiarity. عايز الحاجه هي تفضل ثابته طول الوقت، ما بيحبش التغيير، التغيير في اوضته، التغيير في الالعاب بتاعته، حتى التغيير في نظام الاكل. يبقى resistant للتشينج. repetitive body movement، يبقى في بعض الحركات التكراريه، تبقى بايده، تبقى بصوابعه، تبقى يلف حوالين نفسه، يهز راسه، يخبط دماغه في الحيطه. repetitive body movement اللي هي ممكن تبقى peculiar، مميزه للشخص ده، لبعض الحركات المميزه اللي هي صعب تقليدها. بعض الاطفال ممكن فجاه يعمل بعض التصرفات اللي هي unexpected within the context، وده هيخلي الاسره ايه؟ يخلي الاسره بتحب او بتفضل انها تفضل قاعده في البيت بقى، احسن يعمل لنا مشاكل، احسن يفضحنا، وده طبعا هيقلل طبعا من الايه؟ من السلوك الاجتماعي بالنسبه. بعض الاطفال طبعا عندها سبيشال سكيلز، عندها مواهب معينه، موسيقيا، في الرسم، في ايتينج، ممكن يبقى مفيش مشاكل خالص، لكن نسبة حدوث الايتينج بروبلم اكتر في الاطفال اللي عندهم اوتيزم، وخصوصا ان ميزوا ان هم بيكي ايترز. بيكي ايتر زي ايه؟ ان هو بياكل حاجات معينة بس، زي ما قلنا قبل كده الروتينية هنا بتجي للاكل، هو بيجي على حاجة معينة وهو متعلق بيها، ممكن يكون لاسباب حسية مثلا، بيحبش الحاجة الطرية، بيقرف منها ويبعد عنها خالص، ما بياكلش فاكهة، ما بياكلش خضار، ما بياكلش لحوم، او ما بياكلش نوع من بيكي ايترز. يبقى في سيلكتيفيتي في عمليه الاكل، واي محاوله للتغيير طبعا بينتج عنها اريتابيليتي واجريشن اند مس كوندكت، يعض، يرفص، يخربش، يخبط راسه، يبقى كل دي موجوده عند كل الاطفال؟ لا، عند نسبه من الاطفال. اللعب بتاعهم شكله ايه؟ يبقى بيتميز ب lack of make believe or imaginative play، اللعب التخيلي. نلعب عسكر وحراميه، نتاجر، يبقى انا بفتح محل وبيع، يبقى الحاجه اللي فيها تخيل بيبقى صعب جدا عند الاطفال اللي عندهم اوتيزم. ان انا في عروسه وبقعد اكلها واقعد اشربها والبسها، برضه صعب الحاجات التخيلية. نون فانكشنال بلاي، يلعب ببكرة خيط، بحتة ورقة يقعد يشخشخ بيها، الباب بتاع الأوضة بتاعته يقعد يهزه رايح جاي، عجبه قوي صوت الايه الباب وهو عمال يحركه، يقعد في أشعة الشمس كده ويشوف الذرات الغبار كده ويقعد يحركها، يحرك ايده كأنه بيلعبها. يبقى fascination of non-toy objects engage in repetitive play، الحاجات اللي فيها تكرار وخلاص. ده هو بيحب العيال ويحب يلعب معاه. نيجي نبص على الحقيقة، لأن هو مجرد بيجري معاهم ويتنطط بس، لكن مفيش أي مشاركة بالمر. برضو لما اشوف الطفلين دولت قاعدين جنب بعض، بيسموه بارلل بلاي، لعب الموازي، كل واحد بيلعب مع نفسه في الحقيقه، هم ما بيلعبوش مع بعض. مشاكل حسيه في السنسوري بروسيسنج. بعض الاطفال دي كانتش كرايتيريا زمان، لكن دخلت في الدي اس ام 5 ككرايتيريا. ليه؟ لان في نسبه كبيره، 42 ل 88% من الاوتيستيك تشيلدرن عندهم مشاكل حسيه، يا اما هايبو يا اما هايبر. هايبر بيخاف من الصوت بدرجه العالي شوي، الصوت ده ممكن يكون صوت اعلان، صوت الاذان، صوت كلاكس العربيات، صوت المكنسه بتاع في البيت، اي صوت عالي. وبتختلف رد فعلهم من طفل لاخر، يسد ودنه وخلاص مش مستحمل. والعكس الهايبو سنسيف بيحب الاصوات ديت ويبقى فرحان بيها جدا، بيركب المكنسه ديت ويلعب بيها.
الهايبر سينسيتيف اي لعبه فيها صوت بيخاف منها. الهايبر سينسيتيف هو ديت الالعاب اللي الهايبو سينسيتيف هي دي الحاجات اللي بيحبها. هنلاقي الوان لون معين بيخاف منه هايبر سينسيتيفلي. او لو حد سمع او شاف فيلم ماي نيم از خان هنلاقي ان هو بيخاف من اللون الايه الاصفر. ليه؟ اهو ديستربنس في السنسوري بروسيسنج. يبقى السنسوري بروسيسنج ده ممكن يكون هيرنج على مستوى السمع، على مستوى اللمس، على مستوى الاكل، استطعام زي ما قلنا من شويه، الحاجه الطريه ما بيحبهاش خالص بيقرف منها. سنسوري بروسيسنج. وبقى في مجموعه من الديس اوردر دلوقتي اسمها سنسوري بروسيسنج ديس اوردر، موجوده في الاوتيزم وموجوده في حاجات تانية خالص، وممكن نعملها محاضره لوحديها بعد كده. الموتور سكيلز delay development and gross and fine motor skills في بعض الأطفال. معظم الأطفال اللي عندهم أوتيزم ما عندهمش gross motor skills، لكن ممكن نلاقي عندهم fine motor skills اللي هي هتبقى مهمة جدا في عملية الايه؟ في عملية الكتاب. الهاند موفمنت. هنلاقي ان بعض الأطفال عندهم abnormal body movement زي unusual posturing، بياخد وضع معين، يحب لف كوريو اسيتوتيك موفمنت، وخصوصا اللي كان معاهم وهم صغيرين هايبر بروبنيميا زياده في نسبه الصفرة. لاقي بعض الحاجات المتكرره في الهاند فلابين زي ما قلنا، يقعد اللي بسموها اير رفرفه، او يبقى فيه ما اسوشيتد تكس، لزمات، وجود لزمات. طيب الايموشن بتاعتهم ممكن تبقى طبيعيه خالص، الاكسبريشن في موش، البعض عنده difficulties in emotional regulation في اظهار الفرح او اظهار الغضب والحزن، disproportionate frustration، بيحبط من حاجات ما تستاهلش اصلا، difficulty expressing own emotional state or recognizing that of others، هنلاقي في نسبة كبيرة، distorted affect، بيصرخ او بيعيط لما يبقى happy، ما يبقى مبسوط بيصرخ، crying without vocalization، تلاقي واحد بيعيط دموع نازلة بس بدون ما يبقى في اي صوت خالص، fear، ممكن بعض الاطفال بيجي لهم في over reacting to change in the environment، believing harmless entities to be dangerous، حاجة اللي هي ما تخوفش خالص بيخاف منها، والعكس داخل قاعد في الأوضة الضلمة لوحده، يبقى abnormal fear، وان هو برضه ما بيخافش برضه، ده كل ديت abnormal emotion ممكن تبقى موجوده في الاطفال اللي عندهم اوتيزم. طيب الناحيه المعرفيه هنلاقي ان حوالي 50% من الحالات exhibit severe intellectual disability، و30% عندهم mild to moderate intellectual disability، يبقى في نسبه كبيره اقترب من 80% عندهم intellectual disability، درجة ما من الدرجات المنتال ريتارديشن، ال 20% الباقية have average IQ. ال IQ هنلاقي بيختلف من مكان لمكان، زي ما شفنا ده جراف بيوضح ال IQ المعمول في ولايات مختلفة من الولايات المتحدة، هنلاقي مثلا أكتر من 85%، أكتر من خمسة IQ أكتر من 85، هنلاقي إن هو بعض في ولايات فيها لا، هنلاقي في ولايات تانية إن معظم ال IQ أقل من ال 70، لكن بصفة عامة اللو IQ من حاجة معروفة في الأطفال اللي عندهم أوتيزم. ده ما يمنحش ان في بعض الاطفال عندهم ايه؟ عندهم مواهب، savant behavior، extreme skill in one area، ده لا يعني ان هو ذكي، يعني الجنرال اي كيو، الاي كيو بتاعه برضه ممكن يفضل الايه؟ ان هو below average. يبقى وجود ده توم كروز وده داستن هوفمان في ماي فرين مان اللي هو كان مميز جدا، اي رقم او اي حاجه بيحفظها على طول، كان فيري شارب ميموري، قصاده كان كوتشينا وكان بيحفظ الارقام اللي موجوده على الترابيزه. يبقى وجود سافانت بيهيفير، اكستريم سكيل،
ايه الاسوشيتد ديس اوردرز اللي ممكن تكون موجوده مع الاوتيزم؟ هتلاقي عندنا عدد كبير جدا. يبقى بس مش مطلوب مني ان انا اعرف ان عنده اوتيزم ولا لا، في ايه، وات از ايلس، وات از اسوشيتد منتال ديس اوردر. ودي حاجه معروفه بالتشايلد سايكاتري بصفه عام، ان في كل معظم الديس اوردر معاها هاي كوموربيد او منتال ريتارديشن او انتليكشوال ديسابيليتي، تيك ديس اوردر، سيجر، ابيليبسي، اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر بقى مسموح انه نشخص دلوقتي، مود ديس اوردر، انكزايتي، سليب ديستربنس، challenging behavior, learning disorder, self-injurious behavior, elimination disorder سواء انوريسيس او انكوبريسيس, obsessive compulsive symptom و gastrointestinal problem مشاكل في الجهاز الهضمي. ازاي هنشخص؟ قبل ما ازاي نشخص مهم جدا عملية الـ early identification، الاكتشاف المبكر. هنلاقي ان في دراسة معمولة في 2006 بتقول ان indicate most children with ACD diagnosis have signs of developmental problem before the age of 3، ومعظم التشخيص بيتم عند سن 5 سنين. مش معنى كده ابدا ان الاوتيزم ما بيتشخص غير بعد 5 سنين، ده دي مشكلة، ده عيب ان انا يفضل الطفل عنده اعراض وما تتشخص. ليه؟ لان الايرلي انترفينشن هو الاساس، الانترفينشن ده اللي هو بدايه من 2، يعني ممكن الاوتيزم يتشخص قبل 5 سنين وقبل 3 سنين طالما وجدت اعراض التوحد. ممكن يتشخص عند 1 سنة لو الاعراض سيفير. اللي عند 5 سنين ده هنلاقيه بيتكلم كويس، الموضوع كله مشكله مايلد امبيرمنت في السوشيال انتراكشن، اللي هو على دخول المدرسة بدأت تظهر. لكن يمكن تشخيص الأوتيزم مش عند 5 سنين ولا قبل كده كمان بكتير. الموضوع بيعتمد على ايه؟ على السيمتوم، وجود السيمتوم نفسها عند الأطفال. طبعا كل ما تشخص بدري كل ما كان هيدي فرصة او يدي هو بالنسبة للطفل ده وبالنسبة لحالته ان هي تبقى احسن. benefit of early identification، early identification lead to early intervention. والريسيرش بيقول ايه؟ ان الـ early intervention is associated with better prognosis. طيب ايه الريد فلاج؟ الاشارات الحمراء كده اللي تقول لي خلوا بالك الطفل ده ممكن يكون عنده اوتيزم. اول حاجه ما بيناغيش لحد سن 1 سنة. بابا ودادا، دي مش بابا وماما، ما فيش مناغاه خالص كوينج لحد 12 سنه. doesn't gesture point wave grasp، لا بيسلم ولا باي باي ولا يشاور لحد سن 1 سنة. يبقى الاشارات الاجتماعيه اللي بتتكرر كل يوم ديت ما هيش موجوده لحد سن 1 سنة. not answering his name، ما بيردش على اسمه. ما فيش سنجل وورد لحد 1.5 سنة. يبقى وصل 1.5 سنة ما بيتكلمش سنجل وورد. كل دي اشارات، مش ان ده عنده اوتيزم، لا، كل دي اشارات ان الطفل ده محتاج ايفالويشن. مفيش لعب تخيلي برضو لحد ايه؟ لحد 1.5 سنة. doesn't say two word phrases on his or her own، هو بيقول من نفسه جملة كلمتين لحد سن 2. يبقى عاوصل 2 ما بيقولش جملة من كلمتين من تلقاء نفسه. Or lack of interest in other children، دي مهمة بقى. Any loss of language، هو كان ومعادش دلوقت، كان بيتكلم، كان بيقول بابا وماما وتيتا، معادش بيقول الكلمات دي خالص، معادش بيستعملها. ليه السطر ده مهم؟ لان الحاجات دي كلها ممكن تحصل مع السبيتش دلي، مع اللانجوج دلي، لكن هنا خلاص هو كان بيتكلم فعلا وبدا يحصل لص. يبقى اي لص سيجنيفيكانس بتاعته اعلى من وجود تاخر في الكلام. طيب هنشخص ازاي؟ حاجتين مهمين، الكلينيكال دايجنوزس حسب الدي اس ام 5 كرايتيريا او الاسسمنت انسترومنت. هناخد فكره سريعه عنه.
الدي اس ام 5 حطت تو ميجور كاتيجوريز اوف سيمتوم كور سيمتوم. كان قبل كده ثلاثه بقت مقسومه على اثنين دلوقتي، بيرمت في السوشيال كوميونيكيشن والسوشيال انتراكشن او ريستريكتد ريبيتيتيف بيف. اهو في ضوء، في ضوء تنوع، وفي ضوء اعراض كتيره جدا موجوده عندنا. يبقى الطفل اهوت ممكن يكون في انتلكشوال سابيلتي ولانجوج امبيرمنت وهايبر اكتيفيتي واجيتيشن وانكزايتي وحاجات جي اي تي زي الكونستيبيشن وابليبسي وابنورمال اي جي. كل ده ملوش علاقه بالتشخيص. اهو التشخيص قائم على ايه؟ على مجموعتين الاعراض دولت اللي هنقولهم دلوقتي. اهو مجموعتين الاعراض، اول مجموعه بيرزيستنت ديفيسيت، اهو ضعف في التواصل السوشيال كوميونيكيشن، التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي في عدد من المواقف وعدد من المناسبات. هيظهر في ايه؟ هيظهر في صوره ثلاث حاجات. اول حاجه ديفيسيت في السوشيال ايموشنال ريسبروسيتي، التبادل الانفعالي او العاطفي الاجتماعي اللي هو ممكن يظهر ايه في صورة abnormal social approach. ده بروح يحضن العيال، بيحبهم، هو اجتماعي بيحب يحضن العيال قوي. طيب العيال دي بتعمل ايه؟ بتخاف منه وبتعيط. اهو السوشيال ابروتش ده اصلا غلط، محدش بيعمل كده. اهو يبقى ساعات الاسر اللي هي بتحب ده تحاول، لا ده مش اوتيزم، اهو abnormal، ده abnormal مش النورمال social approach. failure of normal back and forth conversation، ياخد ويدي. اهو يبقى في conversation طبعا بما يناسب المستوى النمو اللغوي بتاعه. reduce the sharing of interest، اهو الحاجه اللي بيحبها يروح يوريها لبابا لماما لاخوه لصاحبه. sharing of interest emotion affect or failure to initiate or respond to social interaction. اهو يبقى كل دول بيعكسوا ايه؟ تبادل، التبادل الانفعالي الاجتماعي. deficit in non-verbal communication، استعمال البادي لانجوج، احنا اتكلمنا عليها كتير في على طوال المحاضرة. استعمال البادي لانجوج في non-verbal communication، force used for social interaction، اهو abnormalities في الاي كونتاكت. البادي لانجوج deficit in understanding and using gesture، الايماءات باي باي مع السلامة. total lack of facial expression and non-verbal communication. الحاجة التالتة اللي هو deficit in developing, maintaining and understanding relationship. على سبيل المثال difficulties in adjusting behavior to suit various social context، ان هو يغير من سلوكياته عشان تناسب ان احنا عند الضيوف، نحن في الشارع. to difficulties in sharing imaginative play، ان انا شارك اللعب التخيلي. or making friends to absence or lack of interest in peers للأصحاب. المجموعة الثانية من الكور سيمتوم اللي هي restricted، اهتمامات محدودة أو متكررة، هتظهر في صورة إيه؟ أهو stereotyped أو repetitive motor movement، أهو أفعال وحركات متكررة. use of object or speech، يبقى كلمات متكررة، حركات متكررة، استعمال متكرر لبعض الأشياء، أو زي simple motor stereotypes. lining up، الترصيص اللي شفنا صورة ليه في الأول. lining up toys، الحاجات اللي في التلاجة، علب المعلبات ينزلها ويحطها صف أفقي أو صف عمودي. flipping objects، يقعد يدور الحاجات، سواء لعب أو أي حاجة. إيكولاليا، يكرر الكلمات. إيديوسينكراتيك فريزز، لكنها إيه؟ متكررة. مونوتوني أو إنفليكسيبل أتهرانس للروتين، تعلق بالروتين، هيظهر على سبيل المثال إكستريم ديستريس مع أي تشينج، أي تشينج يتضايق ويصرخ. ديفيكولتيز ويز ترانزيشن، ننقل من هنا لهنا طب احنا في خرجنا عايزين نرجع البيت يبقى في صعوبة، احنا في البيت عايزين نخرج في صعوبة. دايما التنقل من حاجة، ترانزيشن من مرحلة لمرحلة. rigid thinking pattern، greeting ritual، كلها تتميز بايه؟ بالinflexibility، عدم المرونة، عدم الرغبة في التغيير. to need to take the same route،
احنا رحنا المره دي عند تيتا وكنا ماشيين من الشارع الفلاني، عايز المره اللي جايه برضو يروح من ايه من نفس الطريق. ووقفنا جبنا كيس شيبسي، برضو لازم نقف نجيب كيس الشيبسي. or eat the same food every day. highly restricted fixated interests. يبقى اهتمامات ايه؟ اهتمامات في عدد معين من الاشياء. That is abnormal في الانتنسيتي او الفوكس. هايبر اور هايبو رياكتيفيتي اتكلمنا عليها من شويه، اللي هو السنسوري بروسيس، يا اما هايبو يا اما هايبر، يا اما بحب الصوت العالي يا اما بخاف بالصوت العالي، احب حد يرفعني هشكني لفوق قوي او اخاف ان من اي حد بس ايه يرفعني رفعه بسيطه، الالوان الملمس، يبقى كل ده ممكن يظهر في هايبو اور هايبر رياكتيفيتي تو سنسوري انبوت. يبقى دي كانت الدي اس ام 5 كرايتيريا بتاعت ايه؟ بتاعت الاوتيزم. الوسيله الثانيه طيب ممكن نشخص بيها لوحدها؟ ممكن، كافيه مش محتاج اي اختبارات ثانيه، طالما انا ترين وعارف معنى السيمتوم وعارف الاطفال اللي عندهم اتعاملت معاهم لفترات، ممكن يبقى كافي جدا ان انا اشخص بس بمجرد الكرايتيريا. طيب وجود سكيلز، سكيلز احد الطرق بقى المستعمله، ما الدنيا ما هيش سكه واحده بس، الطرق المستعمله اللي هي وجود سكيلز. في سكيلز كتيره جدا موجوده في الاوتيزم، لكن طبعا المشاهير فيهم محدود. اهم حاجه ان انا ابقى تريند على الايه؟ على السكيل ده، والا النتيجه هتبقى مش مظبوط. على راس السكيلز اللي مستعمله الافيلبل عند حتى على النت في اي مكان، اللي هو الكارز تشايلد هود اوتيزم ريتنج سكيل، والريلايبيلتي والفاليديتي بتاعه تعتبر ايه مقبوله الى حد كبير، 88% تيست ريلايبيلتي و8 من 10 الفاليديتي بتاعه. مشكلته ان هو ما يتطبقش كويس، لان هو بيعتمد على الاوبزرفيشن مش هو مجرد كوتشينير. احيانا كتيره بنلاقي ان هو ايه، ان هو بيتم تطبيقه على انها اسئله بتتسال للاب او الام، لا هو قائم اساسا على الاوبزرفيشن، عشان كده محتاج وقت طويل، مش ممكن يخلص قبل الا في نص ساعه، لا ده محتاج يتم على عده مرات بحيث يبقى انا خدت خبره بالطفل ده، تصرفاته شكلها ايه. ممكن اعمل له اختبارات تانية، ومن خلال الاختبارات التانية بعمل observation اللي هي في الاخر اقدر اطلع منها بنتيجة لتطبيق الاوتيزم. قريب من الاوتيزم في المبدأ اللي هو الجيليام جارس 2، برضو الفاليديتي والريلايبيلتي بتاعته يعتبروا عالية. السكيلز مش هركز عليها المرة دي، وممكن برضو يبقى موضوع لمحاضرة مستقل. من أشهر الحاجات الـ ADI، لكنه ما هوش للأسف ما هوش موجود له ترجمة متقننة على البيئة العربية. نفس الكلام بالنسبة للـ EDOS Autism Diagnostic Observation Schedule، اهو برضو ما هو حتى اللي متدربين عليه متدربين على النسخة الانجليزي، لكن ما افتكرش ان لسه لحد دلوقتي في نسخة متاحة متقننة على البيئة العربية. والاوتيزم الايدوس موجود منه اربع نماذج للبري فيربال والفريز سبيتش، الاطفال اللي هم بيتكلموا، والفلورنت سبيتش، وفي للادوليسنت. مهم جدا ناخد بالنا من بعض النقط اللي هي ممكن ينتج عنها سوء تشخيص. اول حاجه ان الطفل ده ده الاي كونتاكت بتاعته كويسه قوي، يبقى ما عندوش اوتيزم، ده مش حقيقي. لو وجود الاي كونتاكت ينفي ان ده اوتيزم، ولا عدم وجودها يقول ان ده الطفل ده مش نورمال. احنا بنعتمد على مجموعه الاعراض كلها على بعضها. الاي كونتاكت من الاعراض المهمه جدا، لكنها لوحدها ما هيش كافيه بس. نشخص بالشكل، معقول الطفل الجميل ده عنده اوتيزم؟ هي مش بالشكل، كل الاطفال في كل البيئات في كل الطبقات ممكن يبقى عندهم اوتيزم. لا ده مرتبط بيها عاطفيا جدا، اتكلم على الطفل وامه،
والاطفال اللي عندهم اوتيزم ما عندهمش الرابطه العاطفيه دي. مين اللي قال؟ مش شرط. ده بيقعد يكلم البوكيمون بتوعه منسجمين مع بعضه برضو، ده نوع من الاستيريوتايبي، نوع من الفيكسيتد بيهيفير. ما ينفيش ابدا ان هو الطفل برضو ممكن يكون عنده اوتيزم. طيب ايه الحاجات اللي لازم نفرقها في الطفل اللي عنده اوتيزم؟ اوتيزم شيرز نمبر اوف كاركترستيك فازر ديس اوردر، او 75% من اللي عندهم اوتيزم عندهم لو اي كيو. يبقى ان الاعراض دي بس ما تتفسرش بس بالايه، بالاي كيو، باللو اي كيو، بالانتلكشوال ديسابيلتي اللي هم يكون ممكن يكون معاهم بعض الاستيريوتايبد بيهافير. اه ان الطفل ده يكون عنده هيرنج امبيرمنت، وهي اللي عزلاه عن الايه، عن المجتمع، وهتبقى الاعراض شبيهه جدا. يبقى لازم الاكسكلوجن سواء كلينيكال او اوديولوجيكال. سبيتش اند لانجويج ديس اوردر، اه النسبه كبيره من اللي عندهم اوتيزم عندهم سبيتش اند لانجويج ديس اوردر، بس ممكن يكون السبيتش واللانجويج ديس اوردر ده تشخيص مستقل بذاته، ما فيش اعراض ثانيه للاوتيزم. الكتيف ميوتيزم، البكم او الصمت الايه الاختياري، اه في مواقف معينه بيسكت فيها، ما بيتكلمش، ما بيتعاملش مع حد، ده حاجه. ولما يكون الحاجه بيرفيسيف موجوده في المواقف المختلفه. الستيريوتايب بتاع الاوتيزم عنده حركات متكرره، رفرفه، بيلف حوالين نفسه، لكن في ديس اوردر لوحده موجود اسمه ستيريوتايب موفمنت ديس اوردر. بعض انواع الابيليبسي الرير طبعا ممكن يكون معاها لانجوج ديس اوردر زي اللاندو كليفنر سندروم. هل في انفستيجيشن مطلوبه عشان أأكد إن ده عنده أوتيزم؟ لا. تشخيص الأوتيزم إذا كلينيكال دايجنوز، وجدت الأعراض يبقى وجد الأوتيزم، إنما مش هعمل تحليل عشان أثبت إن عنده أوتيزم. طب هعمل انفستيجيشن عشان إيه؟ علشان تو إكسكلود أثر ديسوردر. أه شوف جينيتك تيستنج مش هتثبت ولا تنفي الإيه؟ الأوتيزم خالص. أشوف أسوشيتد ميتابوليك ديسوردر، لو في عندي ما يشكك ان هو ده يكون سندروم فيها ميتابوليك ديس اوردر اللي هيبقى معاه غالبا انتلكشوال ديسابيلتي، يبقى في بعض الاطفال اللي ممكن نعمل لهم ميتابوليك تيستينج، مش في كل الاطفال. اوديومتريك اكزامينيشن، اه تقييم لعمليه السمع، اه بعض الاطفال واضح ان هو اه ده بيسمع كل حاجه رغم ان هو ما بيستجيبش الاسم. لا، بعض الاطفال اه ممكن يكون في مشكله في السمع هي اللي مسبب الاعراض، او يكون الاثنين مع بعض مفيش ما يمنع. بتاع الاوتيزم زيه زي غيره، اه يعني السيفيريتي بتاعه المشكله السمعيه ما تتفسرش ابدا الاعراض اللي موجوده عند الطفل. الكتروفيسيولوجيكال تيستينج، اه عمل رسم مخ لو انا شاكك ان في بعض الاعراض نتيجه ايه، نتيجه ابليبسي. اه نسبة الإبيليبسي في الأطفال اللي عندهم أوتيزم من 7 إلى 14%. نسبة الأبنورمال إي جي ممكن توصل 60 و80%، ودي نقطة مهمة جدا. إحنا ما بنشخصش الإي جي، بنشخص الطفل نفسه. هل هو، لأن الإبيليبسي من الحاجات اللي هي كلينيكال دايجنوز، مش هشعمل إي جي ولا أبنورمال إي جي يبقى ياخد أنتي إبيليبتيك دراج خالص. مش كل ابنورمال اي جي يعني ان الطفل ده ابليبتيك، لازم يكون في حاجه كلينيكال تقول ان اه التصرفات ديت او الحركات ديت ان ديت اوف ابليبتيك نيتش، تتاكد او تنفى بالاي جي. النيورو ايمجنج ستاديز لو في حاجه موتور تشكك ان في ابنورمالز، غير كده مفيش فعلا ريال انديكيشن للنيورو ايمجنج ستاديز. الليد كان زمان احد الحاجات المتهمه في الايه، في حدوث الاوتيزم، لكن ما فيش اي ما يدعو ان انا ايه اعمله كروتين انفستيجيشن. طيب الطفل ده طول النهار بيحط اقلام وجرايد، اه يبقى انا مش بشوفه عشان اشخص الاوتيزم، لا ده عشان اشوفه عشان توكسيستي من الايه، من الابنورماليتيز بتاعه البيهيفير بتاعه الطفل ده اللي ممكن ينتج عنها هاي ليد كونسنتريشن.
هنلاقي بقى ان في ناس مجموعه كبيره جدا من الانفستيجيشن اللي بتتعمل اللي لا يوجد اي دليل ابدا على وجود اي ضروره ليها انها تتعمل لا بطريقه روتينيه ولا غير روتينيه. بكده نكون خدنا فكره عن الاوتيزم ايه هو والابديميولوجي بتاعه والايتيولوجي والكلينيكال بيكتشر والدايجنوستس. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على المانجمنت اوف اوتيزم. شكرا لكم.